السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفاش غتكاع؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله سي خي بي، على سلامتك. شنو هذيك خي بي شياك؟ السلام عليكم وتبارك الله عليكم. شي بي البركاني تبع معروف. واش خويا من دفا؟ شي بي البركاني. واه نعم، تحياتي لك شي بي البركاني، اهلا وسهلا. انا اول مره شفتك في الدوزام بغنيتي مع رابح ماري واري. واه تما اولا انا نشكر خويا مندوفا، صبر ندير هادو. السلام عليكم وتبارك الله عليك، وكنشكر خويا رشيد اناس، فنان عزيز عليا بزاف، وبهذا المنبر كنشكرو وكنشكر نجم كيقولوا نجم اللي راه كيقولوا جلال. اصبر دير هكا باش يكون نسمع مزيان. فوالا هكا. على الاستضافه، مزيان تواجد معاك وباش نفوت واحد الامسيه تكون زوينه. واش هو الشلحه؟ شويه الشلحه هضروا العربيه. ولكن انت اصلك منين اخويا؟ اصلك منين بالضبط؟ انا مبركان، والاصل ديالي بتفوغاد، بنيس ناس الوالدين ديالي. تحياتي اسحاب بنيس ناس لهذا المنبر، تحياتي كبيره. ولكن كتهضر هكذا الكبدانيه؟ ما كان هضرها والو، هكا نقدر نغنيها شي الاغاني ديال الريف ولا مي الغنم. اللي قلت لك ديك ما يمكن نهضروا، دوماج ما لاكسيون ديالي ما نقدرش، فهمت؟ لو كان كنت عشت مع في الريف وهذه كرني نهضرها. وكنشكر بزاف نجيب مغرب، وكان شكون جلال اغريب صديق ديالي وعزيز عليا بزاف. هذاك جلال اغريب تا هو فنان تبارك الله، نجم اغريب. انا كيقولوا لي داك بوليسي بزاف، ماشي فنان. واش بوليسي ولا فنان هذا؟ شكون جلال اغريب؟ شكون هو جلال خويا؟ فنان خويا. كيفاش بوليسي؟ لا فنان توا تبارك الله، عنده الاعمال زوينه وعنده الاغاني زوينين. تحيه كاع الفنانين ديال الريف، كيما نقولوهم زعما الله عمرها دار. تعشرت مع الناس تاع الريف الحمد لله، عطاوني واحد البصمه مثل مساعد ماري واري. كنشكر بهذا المرمر بزاف اللي درنا واحد الديو ودرنا واحد البصمه 2011 2012 حتى 2014. خدمت شي اغاني اليمن ديال لي زالبوم، كان سي دي فيه 12 ديسك. كنا درنا زعما الصراحه درنا شي لي ديو، وكانوا هذوك الديو نجحوا بزاف، مثلهم ما عليكش على العربيه، صونا للتليفون. المهم جوج تاع لي زالبومات خدمهم معايا، خدم معايا عبد المولى تبارك الله. عبد المولى عاود فنان كبير حتى هو. رشك البارح طالع معك بهدف، طلع معك في اللايف البارح، قصر معنا وجمال احلام. زعما كتشكر كاع الفنانه، وليت نهضر شويه، كتشكر كاع الفنانه ديال الريف مثلهم ليلى شاكر، جمال احلام، الاصدقاء نجم اغريب، رشيد اناس، محمد امزرين، ميلودا. زعما هادو كاملين زعما بحال خوهم انا، والله العزيز عليهم كاملين، هاد المغنيين كاملين. تحياتي لك حتى انت اخويا. قول لي يا اخويا، الله يحفظك، انت عندك لاكس زعما كتغني بزاف الرقاده، اتجهتي من الجهه ديال انا جيتي على قفله دابا، ما وجدت لك اسئله بزاف، ما درت بو في حسابك، لكن ما علي. قال لك الصدفه احسن من 1000 ميعاد.
هي شوف لاختيست باش تعرفوا في الديريكت نيشا بلا ما توجد له، بس كنت احنا اللي كنمشيو الايميسيون شي مرات كيعطونا الاسئله ديريكت، وكان اللي عاد لي يعطوا له الورقه لا ما ديش هذه ما ديش هذه ما ديش. كنشكر خويا كريم اللحلاح ومبروك عليه الاستديو الجديد، الله يسخر له ولد زين، تبارك الله تبارك الله عليه ما شاء الله تبارك الله عليك. هو غير صبر معايا واحد، انا عندي العربيه دايره شي شويه ولكن ما شاء الله انا معاك انا معاك خويا معاك. قول لي قول لي اخر اخر حسن طويل، حسن طويل حتى هو نسيته خويا اسمح لي نسيت حسن طويل، باسكو اللي سمحتو راه نقدر نكون نسيتو والله العظيم. هشام الريفي حتى هو نسيناه، نقدر نكون نسيت شي واحد كنفكروا، راه كاملين خوتي وكاملين عزاز عليا وتبارك الله عليهم كاملين، باسكو علاش كبرنا هنا مع لي زارتيست تاع الريف وكبرت معهم، وعلي بوك كنا في المغرب خدمنا خدمنا وخدمنا مع الريف، خدمنا العراس خدمنا، المهم تبارك الله كلشي عزاز. وزدت هنايا عاود تعرفت على كيما نقولوا البصمه الكبيره اللي تعرفت عليها كيما نقولوا الحاجه السيفونير اللي درتو في كيما اللي ما يتنساليش مع البوم اللي خدمت معنا وسعيد ماريواري، باسكو عطاني واحد البصمه وعرفني على الناس تاع الريف. باسكو انا ما كنتش معروف في الريف بزاف. واحد المقطع من هذاك اللي درتي اللي قلتي ليا واه الله يجزيك تقدر تدخلوا وتجبدوا دير شي بالبركاني واه عندك فيسبوك عندك شي بس البركاني قول لهم يوتيوب ديالك باش يتعرفوا عليك في يوتيوب بزاف. كاين شي في اليوتيوب كاين شي بالبركاني يدخل يدير في يوتيوب شي بالبركاني 2012 2020 المهم 2020 غادي يخرجوا له كاع الاغاني الجدادين ديالي، ولا بغى القدام غادي يكتب شي بالبركاني بحال يدير سعيد ماريواري كيخرج له اغاني سوما على التليفون ما عليكش على عروبيه على شلاله مبروك مبروك كاملين هادو اغاني اللي درنا لي ديو انا وسعيد ماريواري مع الريف، خدم معايا عبد المولى، عبد المولى درنا لي ديو انا وياه، درنا بزاف عاوده شكون عاوده اللي في الريف اللي دار واه ما شاء الله. شنو تقول لنا في هذاك الديسكو اللي دار عبد المولى اخر موسيقى ديال هذيك عبد المولى الرقاده ولا مع زعما صراحه عبد المولى كمدرسه انا كنهضروا على عبد المولى كنهضروا على واحد هرام، عبد المولى يبقى مدرسه وتبارك الله من احسن اصوات اللي كنحترم نحترمهم، وعبد المولى سيتا كنقولوا فنان كبير ونتمنى له ديما المزيد والتالق ان شاء الله ونبغيوه، باسكو عبد المولى نبغيوه يكون زعما هرام كيما انا غادي نحكيك غادي نحكيك لما غادي تحتي الملك الريفيه بدون نفاق، لما غادي تحتيها واش تحتيها لما تحتيها في الشباب ديال الريف لما غادي تحتيها واش تحتيها واش تحتيها لميمون الفروع واش تحتيها مصطفى ترقع واش تحتيها لعبد المولى واش تحتيها لجي مغرب ولا قاسمي. مرحبا عاود لي هاد الاسئله لمن غادي تحتي زعما لي من تعطي لي من لمن تحتي ملك الريفيه ملك اغنيه الريفيه اغنيه الريفيه إيه. قولهم لي عاود واه مصطفى ترقع زيد ميمون نفرع عبد المولى رشيد قاسمي ميمون نفرع لما تحتيها بدون نفاق غادي نعطيها لمصطفى ترقع. مصطفى ترقع واه مصطفى ترقع انا كنسبة مصطفى ترقع ما غاديش نقول عليه ايه هكا نعرفو اليبوك وبعت الكاسيت على حقاش تامر اللي بعت الكاسيت قبل ما نجي لاوروبا كنت في الانتاج في بركان مصطفى ترقع هرم ديال واحد الاغنيه الريفيه عندكم مي واخا ما نعرفش مي نكلاسيهم كاين مصطفى ترقع كاين عبد المولى ويجوا المغنيين الاخرين بحال ميمون فروع مصطفى ترقع عنده واحد نقولك الصراحه عنده واحد عنده واحد عنده واحد لافوا انكرويابل صراحه كمدرسه انا باحترامي ليه نعطي مصطفى ترقع
وجي عبد المولى، عبد المولى تبارك الله، عبد المولى عاود كيما نقولوا بيل فوا يغني كاع الاصوات. المهم حتي لنا كيما نقولوا حتي لنا دابا مصطفى الطرقع، تحياتي لك كبيره على هاد الهضره. من انا غادي نسولك عاد شي سؤالات من هاد الشباب ومن هادوك الشباب الاخرين، غادي يدير معاك امتي غادي يرد عليك. بصح اسمح لي اسمح لي مشينا، انا هدرت قلت لك كاين مغنيين، راه كاين مغنيين اللي نزيد نكلاسيهم، راه قلت كاين باقي عبد المولى، كاين نجم غريب، كاين ميمون فروه تبارك الله، تهادم قلت لي زعما بالاصوات زعما اللي عندهم الطاقه 100 اصوات راه كاين كل واحد وكيفاش. عبد المولى راه يبقى ديما تبارك الله ما غاديش تعهد يقد عليه ولا بصح عاود خصنا نعرفوا كيما نقولوا راه كاين الرقاده بالرقاده. صافي دابا شي غيبيس، شكرا تحياتي لك من عطيتي هذاك اللقب المصطفى ترقع، هذاك انت فنان وعندك ما تقول، شكرا. وانا غادي نحتك دابا شي غادي نعطيك اتجاه ديال الرقاده. من غادي نحتيو الرقاده نحتيو واش انت غيبيس ولا مختار البركاني ولا ميمون حسن حسين ولا محمد البركاني؟ باحتراماتي كاين انا كاين محمد البركاني، قلت شكون مختار بركاني حسن حسيني ونزيد كاع نزيدو وهادو كاين مغنيين تبارك الله الملك الرقاده. حنا غادي نقولوا جوج ماتش هي لو مام واحد، غادي نقولوا المختار بركاني كاين حسن الحسيني. انا كشخصيه هاد الجوج تاع الناس المختار بركاني وحسن هما الاباء ديالي وهما المدرسه ديال جميع الفن ديال الرقاده، هما اللي صنعوا الرقاده كما قال رشيد انس. قش الرقاده الا بحثت عليها غادي تعرف شكون الرقاده منين جات. جات من الشيخه، والمشيخه المدرسه ديالهم عندنا الشيخ ليونسي الله يرحمه، عندنا الشيخ ليون اللي راه باقي الحياه، هادو الناس اللي عطاو في المشيخه جاوا عاد المختار جا حسن الحسيني. وحسن عطا في المنقوشي، المختار عطا في الرقاده، واللي كنقولوا خدم الاغاني بزاف ودار لي سوكسي كيما نقولوا مختار بركاني. الملك انا كنقول مختار بركاني ونقول حسن الحسيني باسكو هاد الناس جوج ماعادش نقدر نقول واحد. راه الا قلت حسن نقول المختار. لا احنا بغينا غير واحد الصوت وصف. انا بغيت واحد ديالي انا بغيت واحد الصوت مختار بركاني. ايوا ما فيهاش نعطيوها مختار بركاني. ايوا تحياتي ليك اشي بس حتى باسكو علاش ربي عطاه، ربي كيما نقولوا ربي عطاه واحد عطاه واحد القوه. عاد رانا نهضروا واش مصطفى ترقع كل واحد وربي واش عاطيلو. انا كنشوف الاصوات راه حنا كاملين كل واحد عنده ستيل، وكنحترم الراي ديال اي فنان تاع الرقاده ولا الريفيه حتى المغنيين الاخرين كنحترم اي راي ديالهم باسكو كل واحد ربي عطاه البركه ديالو، كل واحد عطاه ستيل ديالو، كل واحد ديما يبقى واحد اللون اللي حنايا تعلمنا به. فهمت؟ هو اللون الاول هو مختار البركاني، هذاك هو اللقب ملك نسموه الملك ديال الرقاده. واه هي الرقاده. الرقاده منين دازت هي الرقاده بالضبط؟ بغيت نجاوبك، بغيت اسمح لي عبد الفاء والسؤال اللي عطتني الاول وجبته صحيح ولا غلط؟ انا والله لا دابا ان شاء الله غادي يردوا عليك. انايا غير كنسولك، ولكن الفنانين حتى راه كاين الفنانين هنايا بزاف كيتفرجوا، اللي ما تفرجش اليوم راه خدام غدا غادي يعاود الفيديو غير كون هاني راه ما عندك شي بيس. اليوم غادي نسمح بالكوميساريا. لا انا كنقول لهم كيما عبد المولى ولا مصطفى ترقع ولا كل واحد. انا قلت لك شوف انا عندي اللايف ديالي باش تعرف واحد الحاجه السي شيبيس. انا ما عنديش هذاك صاحبي هذاك خويا، انا كنهضر على الاصوات، كنهضر على الفن، كنهضر على الاصوات. اما هذاك صاحبي هذاك صديقي هذاك فعلا ضحكنا هذاك تعشيت معاه هذاك الشيء ما عنديش. انا هذا هو اللايف ديالي، اللايف ديالي كنهضرك على الفن على الصوت على انا غادي نحكيك دابا غادي نشوف واش كتهضر معايا بصراحه. انا شيبيس قول لي غادي نحكيك واحد ضد الاصوات اللي غادي يرجع لك بالريفيه، غادي نحكيك واحد نحكيك واحد ربعه مجاد ديال الفنانين الكبار، غادي نحكيك واحد ثلاثه من
شويه من هذيك القلد الجيل، غادي نبدا لك من هذوك الصغار شي شويه، غادي نحتيك طارق تيتو، قولي غادي نحتيك كرم، غادي نحتيك سفيان بوسعيدي، غادي نحتيك سعيد وسيله. واحد الصوت غادي يرجع لك صافي، دير الصوت اللي يرجع ليا. كيفاش يرجع ليا؟ ما فهمتش، واش كورال ولا كورال؟ كورال كورال الكورال اللي يجي معايا، اللي يجي معايا كورال. احسن الصوت اللي بغيتي يجي معاك، احسن الصوت اللي بغيتي يرجع لك من الكورال. خويا الطالبي وانا باحترامي حتى هو عزيز علينا وفنان، انا كنقولوا كاملين، المهم انا كنقرا لي كومونتير واش ما ننسى حتى شي واحد. لا 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 لا، الضيف الضيف اللي معايا ما كيقراش كومونتير، انا بغيت نقولها لك، قول لك خلي انا هي الضيف ايوا صافي، ما لا ما نقرا صافي. المهم لا، الطيور الجنه هما يسمحوا لي وصافي، يسمحوا لي على هذاك الشيء هذه يقولوا لي يسمحوا لي وصافي باش نقرا. معليش لا معليش نجيب اعطيني. قلت لي طيور الجنه موالف سؤال، سؤال والسؤال اللي كيدير كومونتير كيجي معايا عندي باش ما يديكش العينين، حيد كومونتير باش ما تشوفش كومونتير. هذا الشيء اللي غادي ندير. فوالا انا حيدته سي بون، تركز معايا باش ما غاديش تدرب شي واحد غادي تغلط في شي واحد. هاديك السيده شكرا. فوالا الكورال، الكورال الكورال اللي غادي يجي معايا، الكره اللي غادي يجي معايا. حيد كومونتير، حيد كومونتير سيفي حيد كومونتير. والله العظيم كاين طريق، قلت لي طريق تيتو، قلت لي طريق تيتو، قلت لي كرام زيت، وشكون بوسعيدي وشكون عاود. حيد حيد كومونتير وغادي نقولها لك، حيد هذا كومونتير الكتابه حيد. انا حيدتها ايوا تركز معايا زيد، تركز معايا ترانكيل غير بهدوء، تركز معايا كومونتير. شوف انا شوف غير فيا، واش انايا ما عمرتك العوينات؟ والله الا بصح دروك راني نشوف فيك. انا انت تقرا الضيف ديالي ما عمره ما جا شي واحد قرا الضيف ديالي، قرا كومونتير ممنوع تقرا كومونتير. واه وتعينيه تعينيه وجعوني بقيت نشوف انا هضر مشكله سيد مالك شي سارجون ولا شي حاجه. هاد الطيور الجنه راهم بخير لتحت، راه كل واحد كيعبر على راسو دابا غير شوف. قلت لي المهم كاين طارق وانا معاك، طارق تيتو انا سعيد وعيد انا نعاود. صافي تركزتي معايا بخير ترانكيل، انا معك انا معك غادي احنا قصارين ترى بنقته بنقته بهدوء ان شاء الله، باش غادي ما غاديش تظلم شي واحد، باش ما نعطيكش شي صوت ما تزرفش معايا. صافي غادي نحتيك سفيان بوسعيدي، غادي نحتيك سفيان بوسعيدي، نحتيك كرم، نحتيك طارق تيتو، نحتيك سعيد وسيله. غادي يدردوا معاك الكره. انا بالراي ديالي باسكو هذا وسيله عمره ما تلاقينا عمره هكا نقدر نسمع ليه، باسكو ما سمعت الصوت ديالو. الصوت اللي كيجي معايا نقدر نقول واش واحد ولا جوج ولا لا غير واحد. غير واحد شحال نقول غير واحد. واحد الصوت عشقتي، واحد الصوت هاد الشباب اللي عطيتك. فكر على خاطرك واحد الصوت عطيتك، ربعة ديال الأصوات اختار لي غير واحد الصوت من هادو، هادو من الأجيال اللي وتقريبا شرب الماء. طارق لا لا هو طارق يجي معايا تيتو. انا نفضل طريق تيتو. ايوه صوت طريق